اليوم نسمعوا بزاف بكلمة أمازيغ، صح وش معناها بالذات ومنين جات هاد الكلمة؟ الأمازيغية هي عائلة لغوية كبيرة تمتد من واحد سوى في مصر حتى المغرب، فيها مثلا القبيلية، الشاوية والشنوية، أنواع في جبل البليدة وتلمسان، المزابية، الزناتية في الواحات، دقرقارنت في ورقلة، والتماشاق عند التوارك. بكري ناطقين هذه اللغة كانوا يعيطوا لهم البربر. هذه التسميات جتنا من اليونانيين والرومانيين اللي كانوا يسميوا البربر كل الشعوب الأجنبية اللي ما يفهموش لغتهم، معناها سكان إفريقيا وآسيا وشمال أوروبا كانوا يعيطوا لهم كلهم بربر. وكان في هذه التسميات شبه من التمييز العنصري. بالصح مع مرور الوقت الشعوب كلها تخلات من هذه التسمية لروحها، وغير في شمال إفريقيا قعدت. إما لمناضلي الثقافة الأمازيغية حوسوا على كلمة جديدة محلية لتناسب خير، كانوا عندهم بزاف الاختيارات، بصح كلمة أمازيغ عجبتهم أكثر على خاطر لقاوها موجودة في عدة مناطق وعدة فترات تاريخية. في العصور القديمة مثلا كانت قبيلة قوية اسمها مازيس، وفي العصور الوسطى ابن خلدون حكى على مالك كبير اسمه مازيغ، وهاد الكلمة لقاوها تاني في تيميمون وين كانوا يسميوا الأولياء الصالحين باسم أمازيغ. وكان تاني توارك اللي يسميوا روحهم إيماجيغن معناها النبلاء. وفي ليبيا والمغرب كان زوج قبائل كبار لأسمهم أمازيغ. إما في الربعينات كي كانوا حوارات متحمسة في صفوف الحركة التحريرية الوطنية لتعريف الهوية الجزائرية، الناطقون بالأمازيغية اختاروا كلمة أمازيغ باش يعرفوا رواحهم، وخرجوا النشيد أكرميس أمازيغ معناها نود يا ابن الأمازيغ وحرر روحك من الاستعمار الفرنسي. ملتم ولا أمازيغ معناها تاني الإنسان الحر. اليوم كبر بزاف المعنى تاع كلمة أمازيغ، ولت عندها بزاف المفاهيم تقصد الحرية، اللغة، حركة ثقافية أو سياسية.